غلبة على الرجال العيلة تبارك الله الحل من حق طعام يعني ما كاينش لا بهم ما كاين شيء. تحية لكل حضور طبعا رجال ونساء وفعلا يعني سعادتي ما نقدرش نوصفها لكم لانه كيف ما قلت قبل الاستاذ السي الملومي وحرمه السيدة ربيعة هذا اول حفل رسمي مع مجموعة الأصالة بمدينة مكناس اليوم صبحوا عائلة احنا عائلة واحدة هنا بمدينة أكادير وعلى روح هذا المسرح الجميل وهذه الليلة المباركة من ليالي رمضان الأول. شكرا لحضوركم ونتمنى إن شاء الله نكون ما كناش تقانع بكم الليلة وخير في تحية كبيرة لنا مجدان غردة المغربية شكر كبير لجميع أعضاء جوق الأصالة هذا افتتاح جميل حضوركم وحضور الفنانة مجدة يحيوي وحنا تنتشرفوا بحضورها معنا أيضا. الله يبارك فيك وشاهدكم طيبة كتوجيه شاهدكم إن شاء الله بإذن الله توزع برنامج جميع بإذن الله شكرا. أيها الجمهور الكريم غدا ليلة استثنائية بنكهتين أمازيغية وأخرى عربية غدا ليلة استثنائية بنكهتين أمازيغية وأخرى عربية وجهان لشموخ واحد لهذا الجنوب فرقة إلوران ومجموعة الدقة الرودانية رمضان مبارك للجميع غدا موعدنا بنفس القاعة وبنفس التوقيت مرحبا بكم غدا شكرا على الحضور.